يتقدم هنا اللاعب رقم 8 وكره الله ديكيتي لاعب مش طبيعي ديكيتي لاعب مش طبيعي يا يشاهدك باولو مالديني ويقول لك اين كنت في الموسم الماضي كنت في الضياع كنت في الضياع ولكن هو ابدا ليس في الضياع يا لهذا الهدف يا لروعه هذا الهدف ما هذه القدم اليسرى من ديكيتي لاري طبعا هاي هاي الكره ملعوبه كره ملعوبه باشا ليتش الى ديكيتي لاري يا سلام يا سلام على هذا الهدف صلحها باليمين اطلقها ده لا لعيب 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 لكن سبحان الله كما قلنا مع الميلان دخل في أزمة ثقة وتتواصل أهدافه وهذه قدم يسرى مش عادية أبدا اللي سجلت هذا الهدف المباراة بدأت تحلو هذه كرة أمامية حلوة الوانتو والتسديدة الله على قدم الله يا رسلان الله يا أوكراني الله يا مالينوفسكي يا على كرة بالقدم اليسرى ديكيتي لاري سجل باليسرى ورد عليه مالينوفسكي بالقدم اليسرى ايضا ومن خارج المنطقه اي تسديده يا رسلان اي تسديده بمرمى فريقك الاسبق نعم هو احتفل 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 نعم ولكن يمكن لم يبالغ في احتفاله لم يبالغ في احتفاله على اساس هذا الفريق الذي ارتدى قميصه من قبل رسلان مالينوفسكي يتعادل لاصحاب الدار فريق جنوى اي هدف اليوم احنا محظوظين مع هذه الاهداف وكلها باليسار كلها بالقدم اليسرى نعم كوب ماينرز كوب ماينرز ودورون الثنائي الهولندي واحد منهم حينفذ كوب ماينرز يلعبها الله لا 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 احنا اليوم مش يعني مش طبيعيه هذه المباراه مش طبيعيه بهذه الاهداف كلها تسديدات من خارج منطقه الجزاء كل هدف احلى من الاخر كل هدف احلى من اللي سبقه مش معقول مش معقول مش معقول كوب ماينرز كره ثابته كوب ماينرز كره ثابته يمنح اتلانتا التقدم من جديد قلنا معلم بالكرات الثابته كلها باليسار كلها تسديدات باليسار ابدا يا معلم يا كوب ماينرز عموما ليست جديده عليه ليست جديده على هذا النجم الهولندي كوب ماينرز كوب ماينرز نعم 2-1 لأتلانتا تنفيذ رائع رائع أيضا سباليتي مدرب الأتسيوري هو صاحب القرار وهذه كرة 4-1 يلا 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 هذه هدف مفروض هذه هدف هذه هدف هذه هدف هذه هدف ميرانشوك 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 والمتابعة هذا هو هذا زبا كوستا هذا زبا كوستا اللي أكد التقدم يا ميرانشوك حاول الحارس صدها ولكن زبا كوستا زابا كوستا المدافع اللي يسجل طبعا في المباراة زابا كوستا اذا سجل في مباراة فريزينوني يعني ثاني هدف له في اخر اربع مباريات اعتقد خلاص اعتقد خلاص 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 زابا كوستا بمتابعة في محله لكن شوف شوف اكيد هذه هدف شوف كلهم مندفعين 4-1 4-1 وكرة بالفعل تصل من باشاليتش الى ميرانشوك ميرانشوك يصد الحارس مارتينيز ولكن المتابعة يا سلام على المتابعة اللي كانت مثالية ميرانشوك ضيع لأنه يمكن سددها بحارس مرمى توقعها لكن أيضا تد الكرة يمكن فيها رابع يمكن فيها رابع يمكن فيها رابع والله ممكن ممكن هذا باشاليتش 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 يلعبها إلى ميرانشوك ميرانشوك يعكسها والرأسية رابع نعم يا على المالي سجل بلال سجل بلال سجل في حضوره الأول وفي مباراة الأولى وسجل صار أول هدف له بالسيريا بلال 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 توري بلال توري يحتفل بهدفه الجديد وزملائه يهنئونه أول هدف له في السيريا نعم الحكم خلك أمشيها ومباراة يعني تخيلوا تخيل المباراة وصلت إلى 13 دقيقة مضافة ها هي شوف شوف باشاليتش يلعبها وميرانشوك عمل الاسيست ميرانشوك يا سلام لكن برضه الراسيه رائعه ومستحيله على مارتينيز جنوا 1-4 حقيقه قياسا لما شاهدناه هذا اليوم النتيجه قاسيه ولكن عليك ان تتقبل كره القدم بحلوها ومرها بالجيد فيها وبالسيء فيها وايضا بما تمنحه لك وبما تقسو عليك